قال فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي في تغريدة له على تويتر إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر مصير تحالفها مع تركيا وأن تحدد ما إذا كانت ستواصل شراكتها مع أنقرة أم ستختار التعامل مع التنظيمات الإرهابية. من جهتها أكدت وزارة الدفاع التركية أن التنسيق مع واشنطن ما زال جاريا حول تسلم مقاتلات F-35 وأن تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة المقاتلة ما زال مستمرا. كثيرة هي الملفات المثيرة للنزاع بين الولايات المتحدة وتركيا، ولعل أكثرها إثارة ما يتعلق بالملف السوري. آخر مظاهر الخلاف تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي حذر مما أسماه التداعيات المدمرة المحتملة لأي عملية عسكرية تركية أحادية في شمال شرق سوريا. تصريح قابله نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بمثله، حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر مصير تحالفها مع تركيا وأن تحدد ما إذا كان ستواصل شراكتها مع أنقرة أم ستختار التعامل مع التنظيمات الإرهابية. العلاقات الأمريكية التركية تشهد ومنذ فترة توترا ملحوظا بسبب الدعم الأمريكي للفصائل الكردية في سوريا، فصائل تعتبرها أنقرة مجموعات إرهابية وتهدد بشن عملية عسكرية لإبعادها عن حدودها. فهل ستمضي أنقرة في خيار العمل العسكري منفردة أم أن لديها خيارات أخرى؟ ملف الأكراد في الشمال السوري ليس الوحيد في سلسلة الخلافات التركية الأمريكية، فمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 التي ترغب تركيا في امتلاكها هي كذلك محل خلاف عميق. نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وضع أنقرة في مفترق طرق مخيرا إياها بين البقاء في الناتو أو القرارات الطائشة. يجب على تركيا أن تختار، هل تريد أن تظل شريكا حاسما في أنجح تحالف عسكري في تاريخ العالم أم أنها تريد المخاطرة بأمن تلك الشراكة من خلال اتخاذ قرارات متهورة تقوض تحالفنا؟ تحذير يبدو أنه لن يغير موقف الأتراك، فقد أكد وزير الخارجية جاوش أوغلو إن بلاده ستشري منظومة S-400 الصاروخية الروسية رغم ضغوط الولايات المتحدة. إنها صفقة تم تنفيذها، وحتى الرئيس ترامب اعترف عبر الهاتف بأنه كان من خطأ الإدارة السابقة للولايات المتحدة أنهم لم يتمكنوا من بيع صواريخ باتريوت لنا. فهل سيحول الضغط الأمريكي على تركيا التنسيق الروسي التركي إلى علاقة استراتيجية بين البلدين؟ قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية ما زالت متواصلة. من جانبه أكد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لبلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه يتقدم على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم بفرق 20,000 صوت. أما مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم فأكد أن عمليات إعادة فرز الأصوات تقلص الفارق بينه وبين مرشح حزب الشعب الجمهوري. لا يهدأ الرجل منذ لحظة إعلان نفسه فائزا برئاسة بلدية إسطنبول، يتجول في الأسواق، يلتقي بأنصاره، يتحدث عن المشاريع التي سينفذها، يؤكد مرة أخرى أن إعادة فرز الأصوات ستصب في صالحه أيضا. حتى الآن الفارق 20,000 صوت، من الممكن أن تقدم الطعون ويعاد فرز الأصوات، هذا أمر طبيعي، لكن ذلك لن يغير من النتيجة شيئا. في قلعة المعسكر الآخر لم ترفع راية الهزيمة بعد. يعول حزب العدالة والتنمية على مفاجأة قد تأتيه من اللجنة العليا للانتخابات، يقول إن عمليات إعادة الفرز تقلص الفارق بينه وبين خصمه. أريد أن أعطيكم رقما مهما، اعتبارا من الأول من نيسان وبعد إعادة فرز 530 صندوقا تمت إعادة تصحيح 11,109 أصوات لصالح حزب العدالة والتنمية. تتوجه الأنظار إلى هذا المكان، اللجنة العليا للانتخابات هي من بيده حسم الجدال،
يقول رئيسها إن عمليات إعادة الفرز متواصلة، وإلى حين الانتهاء منها يبقى هذا الرجل متمسكا بأنه لم يهزم بعد. هي أزمة تعصف بالمشهد السياسي التركي، البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات. قد يأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات لصالح بن علي يلدرم، في حال حدث ذلك سيعتلي الرجل منصب رئاسة البلدية على وقع تصعيد للمعارضة قد يصل حد النزول إلى الشارع. عدنان جان، العربي، اسطنبول.